عملية السابع من أكتوبر أم المفاجآت، مفاجأة سياسية وميدانية ليست في فلسطين فحسب بل في العالم كله. وقع ما كانت تخشاه إسرائيل، مقاتلون فلسطينيون في عمق الأراضي المحتلة يجتازون السلك الفاصل. وبحجم الزلزال الميداني كما يحلو للمراقبين تسميته، قالت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إن ردها سيغير من خارطة الشرق الأوسط ولن يكون تقليدياً. وكان الهدف الأساسي حينها هو استعادة صورتها أمام العالم حتى لو كلف ذلك مسح غزة عن الخارطة. عام كامل صبت إسرائيل حمم صواريخها على القطاع، فدمرت ما دمرت منه دون رحمة، وقتلت ما يزيد على 40,000 وتركت عشرات الآلاف بين جريح ومفقود. لم تهز مفاجأة السابع من أكتوبر الإسرائيليين وحدهم، بل النظام الفلسطيني أيضاً الذي كان يعيش قبل السابع من أكتوبر انقساماً عميقاً صعب عليه إنهاؤه. وما إن حدثت العملية حتى استفاق الفلسطينيون من أقصى يسارهم إلى أقصى يمينهم على مخططات إسرائيلية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. جليل البحر البرية هم سيقتحموا قطاع غزة بعد أن يدمروا نصفه، وعمليا هذا ما يتم تدمير منهجي لمنازل المدنيين الأبرياء. استغل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الظروف الدولية المواتية لتنفيذ مخططاته بالقطاع، بالتزامن مع محاولات شيطنة قطاع غزة إذ تم تصوير سكانه كتهديد. ما سمح له بتبرير أفعاله، وكان ذلك بمثابة ضوء أخضر لتحركاته رغم الظلال القاتمة التي ألقاها هذا التصعيد على الإنسانية. يعني بعد 7 أكتوبر مباشرة، وبالذات بعد الأكاذيب التي سقى الاحتلال واستطاع أن يوهم العالم بأن هناك جرائم حصلت في 7 أكتوبر وهو مناف للحقيقة، باعتقادي أنه صار لدينا تصور واضح بأن هذه الحكومة مقدمة على سلسلة من الجرائم حققنا شعبنا الفلسطيني، وبالتالي من المفروض أن يكون التيار الإصلاحي الديمقراطي بجانب أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة. عشان كده يمكن إحنا رحنا باتجاه كيفية تعزيز صمود أبناء شعبنا، وكنا مدركين أن هذه الحكومة سترتكب من الجرائم ما لم يسجل في التاريخ الحديث. ويمكن من اليوم الأول بعد 7 أكتوبر كان كل قيادات وكوادر التيار مندمجة مع أبناء شعبها في كافة القطاعات. في بداية الحرب رفع الاحتلال أهداف وكانت معلنة، وهي القضاء على حماس، تحرير الأسرى إلى آخره، وتغيير حكم حماس في قطاع غزة. وسرعان ما اكتشف العالم واكتشفنا بأن الحرب في غزة ليست لها علاقة بالأهداف المحددة، إنما رأينا أطنان من المتفجرات
كان مخطط نتنياهو بشكل واضح وكان مخطط أركان حكومته بشكل واضح، وتعبر نتنياهو وأركان هذه الحكومة سواء رئيسها نتنياهو أو وزير دفاعه جالانت أو حتى وزير ماليته أو وزير أمن القومي بشكل واضح أن الهدف الأساسي لهذه الحرب المستمرة على شعبنا منذ عام تقريبا والتي تأتي استمرارا لحرب شنت ضد شعبنا منذ 70 عاما حتى هذا اليوم، أن هذه منحت فرصة لإسرائيل لاستكمال مخططاتها بتهجير الفلسطينيين وتحويلهم مرة أخرى إلى جيش من اللاجئين الذي يسعى إلى توفير يعني متطلبات حياته اليومية. كان واجبا علينا في طيار الإصلاح الديمقراطي أن نتقدم الصفوف وأن نقف إلى جانب شعبنا وإلى جانب أهلنا في قطاع غزة وأن نقدم لهم ما نستطيع من مساعدات، وجاء الفارس الشهم ليلبي هذا الاحتياج وليغطي كافة ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة، فكانت هناك مساعدات عديدة وبأشكال مختلفة، تم تقديم مساعدات لكافة النازحين من خيام ومن بطاطين للشتاء ومن طرود غذائية ومن التمر ومن كافة أشكال احتياجات السكان في قطاع غزة. تداعى الفلسطينيون يضمدون جراحهم في وجه أخطر مؤامرة على قضيتهم منذ عقود. حضرت 67 حد 67، حضرت حرب 82 في لبنان، حضرت 73 في مصر، حضرت حرب 2008 و2009، حضرت 2012، حضرت 2014 وتدمرنا 2014، طلعنا مبلغ تدمر دولنا لحتى الآن ما قبضناه، وهيني حضرت 21 22 24 إن شاء الله حرب النهاية هذه دمار عصائيل بإذن واحد الأحد، وغير هيك ما بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقتي بالله كبيرة، الله ما بضيع لنا أجر إن شاء الله، والله ما بضيع لنا نصر إن شاء الله، والنصر قريب وأخرى تحبونها فتح من الله ونصر قريب، وهذا قريب بإذن الله، وهذا قريب بإذن الله، وهذا قريب. ومنهم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي التقط خطورة اللحظة الآنية والمشهد القادم. تداعى كما تحدثت سابقا تيار الإصلاح الديمقراطي مع كل القوى الحية في شعبنا من أجل إفشال هذا المخطط عبر الدفع باتجاه تعزيز صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة بالمساهمة في حملات الإغاثة اليومية سواء كان إغاثة النازحين بتوفير الخيام وتوفير ما يمكن توفيره من طرود غذائية وكذلك توفير الإمكانيات للمستشفيات، وقد لعبت الإخوة في جمهورية مصر العربية ممثلة بالرئيس السيسي وموقف الحكومة المصرية الصلب الذي وقف سدا منيعا أمام خطوات التهجير، كذلك حملة الفارس الشهم التي تديرها دولة الإمارات وبتعليمات سامية من سمو الشيخ محمد بن زايد عملت على إفشال هذا المخطط عبر تعزيز صمود الناس بدفع أكبر عملية إغاثة في تاريخ دولة الإمارات وأكبر عملية إغاثة يشهدها الشعب الفلسطيني. حتى هذه اللحظة يقدم تيار الإصلاح الديمقراطي مساعداته ووقوفه إلى جانب شعبنا، وذلك بناء على توجيهات قيادة التيار التي أوعزت إلى كل كوادرها وأبنائها بالالتحام مع الجماهير والوقوف إلى جانب الجماهير من خلال تشكيل لجان طوارئ في كافة المحافظات. هذه اللجان الطوارئ قامت بدورها وعملها مع النازحين في أماكن تواجدهم المختلفة. لقد عمل التيار ومنذ اليوم الأول على توظيف كافة إمكانياته وعلاقاته الجيدة مع الدول العربية لتأمين أكبر قدر من المساعدات الغذائية والطبية وإلى آخره، وسقط لنا طبعا شهداء في سبيل ذلك وهم يقدمون الخدمات لأبناء شعبنا. استشهد الكثير من أبناء التيار وهم يوزعون المساعدات في مناطقهم وفي محافظاتهم، فكانوا أولا بأول يقفون على حد المعاناة لأبناء شعبنا، لم يتأخروا لحظة عن تقديم المساعدات لأبناء شعبنا. لا أخفيك أنه التيار لمس من اللحظة الأولى أن أحد أهداف الحكومة الإسرائيلية هي تهجير أبناء شعبنا وبالذات باتجاه مصر، وبالتالي صار لزام علينا أن نعمل على كيفية إفشال هذا المخطط الكبير، وأعتقد أنه مع مكونات شعبنا المختلفة ومع الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في قطاع غزة، أنا بعتقد أنه هذه الفكرة الجهنمية من قبل الحكومة الإسرائيلية باتجاه التهجير تم يعني إفشالها من اللحظة الأولى. شمر الفتحاويون في تيار الإصلاح عن سواعدهم، وأخذ الجميع من رأس الهرم السياسي في التيار
نزولا للقاعدة الجماهيرية على عاتقهم، تسخير الجهود لإنقاذ غزة وتثبيت المواطنين في أماكنهم، وكان الهدف واضحا، قطع الطريق على مخططات التهجير. لكنني سأبقى ملتصقا بهموم الناس في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومع كل أبناء الشعب الفلسطيني. طيب. وهذا ليس يعني مش من باب الواجب، من باب أنني جزء من هذه الحالة. يجب أن نحافظ على الدعم ونجند كل الإمكانيات وأن نشحد الطاقات ونتوجه لكل الأحرار في العالم ولكل شرفائنا في الأمة العربية. دعم غزة بإمكانيات الصمود هو سبيل وهو الطريق إلى النصر. أن نعد شعبنا وأن نقول له بأنه يجب أن تكون هذه آخر حرب ضد الشعب الفلسطيني، ويجب أن ينال الشعب الفلسطيني استقلاله، ويجب أن ننتصر سياسيا حتى نكمل مشهد الانتصار أمام شعبنا. يجب أن نقول للذين فقدوا عائلاتهم إحنا أهلك وإحنا أبوك وإحنا أمك. نحن عملنا باتجاه وبجهود مثمرة ومستمرة وفاعلة من الأخ القائد محمد دحلان ومن الأخ القائد سمير المشهراوي وباقي أعضاء قيادة التيار الإصلاح الديمقراطي، كلهم في موقع ومكانه بالعمل على توفير كل الإمكانيات وكل الموارد الممكنة لتعزيز صمود شعبنا وتعزيز وإفشال مخططات الحكومة الإسرائيلية الفاشية المتطرفة التي تحكم إسرائيل الآن. لذلك التيار منذ اليوم الأول للحرب أعلن حالة الطوارئ، شكل لجان طوارئ في غزة وفي مصر، وألغى كل أشكال يعني الأطر الموجودة والموازنات الجارية لأطر التيار الأخرى، وكلها وجهها ودفعها وضخها في لجان الطوارئ الممثلة في غزة وفي مصر. ليش في مصر؟ لأنه إحنا موجودين هنا ساحة خلفية لغزة، يخرج متواجد الكثير من العالقين والكثير من المرضى والكثير من الجرحى. لذلك قام التيار ببرامج متعددة لإغاثة الناس الذين يتواجدون والذين يعني جاءوا إلى مصر بهدف العلاج وبهدف البحث عن الأمان. في وجه هذا المشهد قام الأطر التنظيمية داخل تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالنزول السريع إلى الشارع وتقديم كل ما يمكن من ومتوفر من مساعدات حتى يستطيع أبناء شعبنا الصمود داخل القطاع، وحتى نرفع جزء من معاناة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية في القطاع. خلال عام الحرب برز تيار الإصلاح الديمقراطي كقوة ميدانية فاعلة، وانتشرت كوادره لتلبية احتياجات الأسر المتضررة متجاوزة الحواجز والقيود ومخاطر العمل في الميدان نظراً للتهديدات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن كارثة كبيرة حلت بقطاع غزة، هناك مجازر كبيرة، هناك عملية تهجير منظمة وتهجير متكرر، يعني هناك أسر انتقلت من أماكنها إلى أماكن أخرى أكثر من 10 ولا 15 ولا 20 مرة، وبالتالي كل هذه كانت تخلق لدينا بالنسبة لنا في التيار الإصلاحي تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع ذلك. يعني كنا نخطط مثلا على أساس إغاثة أهلنا في رفح، نتفاجأ أنه في اجتياح في رفح، في الوسطى نتفاجأ أنه في اجتياح في الوسطى، في غزة اللي تم فصلها من البداية غزة والشمال عن باقي الجنوب كانت عندنا أزمة كبيرة، كنا لا نستطيع أن نصل بأي مساعدات إلى أبناء شعبنا في الشمال بالتحديد. وبالتالي هذه سلسلة من التحديات الكبيرة والعصية عن الحل في بعض القضايا، ولكن رغم ذلك أنا بقول أنه استطعنا أن نقدم ما نستطيع أن نفعله في هذه المرحلة. أبسط أمور الحياة ومقيمات الحياة في قطاع غزة بدأت تفقد. من هنا شعر تيار الإصلاح الديمقراطي أنه يجب أن يكون لنا دور في تخفيف معاناة أبناء شعبنا داخل القطاع. يعني إحنا كنا مدركين أنه من أحد الأزمات الكبيرة اللي حتى حنواجهها أنه القطاع الصحي، عشان هيك يمكن إحنا توجهنا إلى مع الإخوة الأشقاء في الإمارات إلى تأسيس أول مستشفى ميداني في قطاع غزة، واللي كان مجهز بكل الطاقة، ويمكن بدينا فيه 50 سرير، بعد شهر صار 200 سرير.
كنا بندرك انه احنا رايحين على ازمه كبيره في المياه الصالحه للشرب، عشان كده انشانا مع الاشقاء في الاماراتيين محطه تحليه في الجانب المصري، وصرعنا احنا بمدياد العليا للبلديات للجهاز الصحي والطواقم الطبيه، بخلاف المساعدات اللي كنا بنقدمها للناس والخيام وما شابه ذلك. لكن انا بعتقد انه حجم الكارثه كان اكبر بكثير من قدرات الامارات ومن قدرات الدول العربيه مجتمعه، ومن قدرات ايضا الكثير من المنظمات الدوليه العامله في الجانب الانساني. من هنا برزت المشكله بشكل كبير. يعني احنا رغم انه يعني ما قدمناه ملموس بالنسبه للجهات الاخرى، الا انه نحن ندرك انه اقل بكثير من احتياجات ابناء الشعب. ونشكر يعني اهل اللي برا ودحلان، يعني انه فضل جاب لجنه لتشرف على الكابونات احسن ما تنسرك، ونشكرهم يعني نشكر الاخوان يعني، والله كل انبسط لازم الناس كلها انبسطت عشان الكابونه هذه يعني منيحه. بحب اشي فيهم، بحب يلعبون وكل اشي، بفرح كثير، بفرح من قلب كثير. لم تكن جهود التيار ميدانيه فحسب، بل دق ناقوس الخطر مستشعرا خطورة ما تخطط له إسرائيل بعد 7 أكتوبر، ودعا مكونات النظام السياسي الفلسطيني لإنهاء الانقسام الذي أرهق الفلسطينيين في مشارق الأرض ومغاربها. كنا واضح أنه ضرورة إنهاء هذا الانقسام المضر والمدمر للحالة الوطنية الفلسطينية، ونحن كنا من البداية مع وحدة الموقف الفلسطيني وحركة فتح. ما يميز تيار إصلاح الديمقراطي بأنه منذ اليوم الأول ونتيجة القناعات وإرث الشهيد ياسر عرفات بأن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لأبناء شعبنا، ونحن عملنا على الانفتاح واشتغلنا على هذا الانفتاح على الجميع لتقريب وجهات النظر لمعالجة الانقسام الوطني. ونحن على قناعة كاملة بأن المصالحة الوطنية مصلحة وطنية تخدم الأهداف النبيلة لأبناء شعبنا. يعني احنا قلنا وما زلنا نقول انه اي طريق يمكن ان تؤدي الى الوحدة الوطنية ولو على حساب التيار الاصلاح الديمقراطي سنكون جنود من اجل تعزيز هذا المخرج. هذه قاعدة اساسية نتعامل فيها كتيار اصلاح الديمقراطي، وبالتالي نحن نسعى من اجل تجسيد هذه الوحدة الوطنية سواء على صعيد حركة فتح او على صعيد العلاقة مع الفصائل الاخرى. ويمكن احنا لما بدينا في تشكيل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية كانت المبنية على مبدأ الشراكة ما بين الفصائل الفلسطينية، يعني لم نعمل لوحدنا في الميدان. اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية كانت بتضم 8 فصائل فلسطينية من ضمنها التيار. هذا المفهوم، مفهوم العمل الجمعي، هو الذي يجب أن نرسخ في عملنا النضالي والإغاثي بالنسبة لأبناء الشعب. إنه إحنا مع المصالحة الوطنية الفلسطينية حتى لو بدها تمر على حسابنا إحنا وتصير المصالحة، وراح نقعد على الرصيف ونزقف للمصالحة. قبل 7 أكتوبر كانت رؤية تيار الإصلاح الديمقراطي السياسية تتمحور حول الانفتاح على مكونات السياسة الفلسطينية، مستشعرا ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات. وفي زمن الانقسام سعى التيار إلى بناء جسور من التعاون مع مختلف الفصائل، معززاً فكرة الوحدة كخيار استراتيجي. يعني إحنا قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر كنا على علاقات وتواصل مع الإخوة والأشقاء في حركة حماس، ويمكن إحنا من البداية صارعنا في مجموعة من اللقاءات مع الإخوة في حركة حماس أيضاً للتواصل ومحاولة إيجاد مخرج للحالة الفلسطينية اللي احنا بنعاني فيها. وانا بعتقد انه عملية التقارب مع حركة حماس كان لها هدف واضح وما زال لها هدف واضح في كيفية اعادة القضية الفلسطينية الى مركز الفعل الفلسطيني الذي تتحدث به قيادة فلسطينية موحدة، وايضا كيفية استعادة الدور العربي في دعم القضية الفلسطينية. انا بعتقد انه نتاج هذه اللقاءات المتكررة مع الإخوان في حركة حماس يعني استطعنا أن نقرب الكثير من وجهات النظر. كنا وما زلنا ونبذل كل الجهود الممكنة من أجل أن الدفع باتجاه
إعادة اللحمة للمش إعادة اللحمة وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة اللحمة لحركة فتح. كنا ولا زلنا ندفع باتجاه بأننا جزء من هذه الحركة وأننا جزء من هذا المشروع الوطني الفلسطيني وأننا لسنا نبتة غريبة في الخارطة السياسية الفلسطينية. وكنا وما زلنا نقول أن الحكم الأساسي هو شعبنا وأن الحكم والفيصل الأساسي هو صندوق الاقتراع وليس صندوق الرصاص. من أن قوة الموقف الفلسطيني تكمن في وحدته، وبالتالي صدقني نحن نتمنى أن تتوحد كل القوى، ودائما نقول حتى لو على حسابنا. وناشدنا عبر التلفزيونات أنه توحدوا يا أخوان، لأنه نحن نرى أن الخطر داهم تجاه قضيتنا الفلسطينيين. أرجوكم أن تتفقوا، احرصوا على أن تتفقوا، ونريد أن تتوحد الفصائل الفلسطينية، ونريد أن تقوى شوكة الفلسطيني حتى نستطيع أن نواجه كل المؤامرات التي تحاك بحق المشروع الفلسطيني وبحق الكيان الفلسطيني وبحق الأمل والأهداف الفلسطينية. وعلى مستوى الوحدة الفتحوية وعلى مدى السنوات السابقة، دعا تيار الإصلاح الديمقراطي لإنجاز وحدة فتح حتى لو على حسابه. وكانت الدعوة للوحدة الفتحوية تعبر عن رؤية أصيلة راسخة لدى التيار لحماية القضية الفلسطينية وحركة فتح. أن لا ننسى أنني أعتز بحركتي بفتح لأنها رفعت البندقية وكانت صاحبة الطلقة الأولى، وأنا أقول لكل الفتحويين الآن في الضفة الغربية وأينما كانوا، علينا أن نعيد الاعتبار لهذه الحركة التي احترمها العالم بالعمليات البطولية وبالبندقية، على اعتبار أن الحركة خيمة الكل الفلسطيني، إذ سعى إلى إعادة اللحمة بين الأجيال داخل فتح، مؤمنا بفكرة تدافع الأجيال في مسيرة التحرير الطويلة. البداية بأن يعود الوئام وأن تعود فتح إلى ما كانت عليه، إلى منطلقاتها الأساسية وإلى الروح التي حكمت فتح من 65 والتي أرساها المؤسسون الكبار على رأسهم الشهيد الرمز ياسر عرفات والشهيد القائد سيد الشهداء أبو جهاد وأميرهم وكذلك الأخ أبو إياد وباقي شهداء اللجنة المركزية وباقي القيادات الفلسطينية التي أرادوا لهذه الحركة أن تكون ممثلة لكل الطيف الفلسطيني وأن تكون بوصلتها القدس وأن يسود في داخلها قانون المحبة والتسامح، هذا في داخل حركة فتح. لذلك كنا نرى وما زلنا أن من الضرورة أن تتوحد حركة فتح باعتبارها عمود خيمة المشروع الوطني الفلسطيني والضامنة الأساسية لهذا المشروع بأن يمضي باتجاه تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال. إنه رؤية حركة فتح هي الرؤية الصائبة، رؤية قادرة على أن تعبر بشعبنا إلى بر الأمان، لما تمثله هذه الرؤية من تعددية ومن برنامج لمواجهة الاحتلال. حركة فتح هي الحركة الوحيدة التي لا تقوم على أيديولوجية محددة، حركة فتح منذ البداية فاتحة أبوابها لكل الأيديولوجيات الفلسطينية ولكل الأفكار الفلسطينية. نحن ننظر أن حركة فتح يجب أن تلم كل الشمل الفتحاوي وأن تؤسس، وهذا مهم، أن تؤسس لطريق نستعيد من خلالها الوحدة الوطنية مع كل مكونات الشعب الفلسطيني. سر تمسكنا بحركة فتح لأننا أبناءها وفيها تربينا على يد قادتها الشهداء، ولأن فتح تمتلك الرؤية الوطنية الكاملة القادرة على العبور نحو تحقيق أحلام شعبنا رغم كل التحديات ورغم كل الصعاب التي نواجهها. اللحظة تتطلب والوضع يتطلب وحجم التضحيات والمعاناة التي يعيشها شعبنا والمخطط الواضح للحكومة الإسرائيلية ولليمين الإسرائيلي المتطرف يتطلب من كل وطني فلسطيني حريص وشريف وأمين على مبادئه وعلى نهجه وعلى حقوق شعبه بأن ينتهي هذا الوضع للأسف الشديد المأساوي الذي يعيش شعبنا منذ 2007 حتى هذا اليوم، وأن نقول كفى انقسام، كفى خلاف، كفى معاناة، كفى تضحيات من شعبنا، يجب أن
نتوحد وأن يكون صوتنا واحد وأن نكون تحت نقاتل تحت راية واحدة لا تعرف هدفا لها إلا فلسطين وقضيتها. تحديات كبيرة يأمل الفلسطينيون الخروج منها لتبقى قضيتهم حاضرة على طاولة النظام الدولي والإقليمي الذي يمر بمخاض يؤسس لمشهد عالمي جديد. أعتقد الإسرائيليون أنهم يستطيعوا أن يركعوا الشعب الفلسطيني بمزيد من العنف. أنا بقول لهم ببساطة، أنتم لا تعرفوا الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني في غزة الذي يهدد اليوم لن يختفي ولن يغرق في البحر. جدتي وجدة الآخرين لليوم حامل المفتاح، ده ترجع على 48، أما تروح على سيناء فهذا في أحلامي. نذهب إلى القبور ولا نذهب لا لسيناء ولا للأردن ولا لأي مكان. الأردن للأردنيين وسيناء لمصر، ونحن لنا فلسطين.